يقول أقمت في مكة 6 أيام وغدا بإذن الله سأسافر إلى المدينة وسأرحل منها بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع العشاء مع المغرب؟ أعيد السؤال. يقول أقمت في مكة 6 أيام وغدا إن شاء الله سأذهب إلى المدينة المنورة وسأرحل منها بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء في المدينة المنورة؟ إذا كنت ناويا الإقامة في مكة 6 أيام فإن انقطع السفر وأصبحت مقيما فتتم الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها لأنك أصبحت مقيما، فإذا عزمت على السفر فلا تجمع الصلاة القادمة مع الصلاة الحاضرة، صلاة المسافر مع صلاة المقيم هذا ما يصلح، صلاة مقيم تجمع إليها صلاة مسافر هذا لا يصلح. أما إذا كنت لم تنوي إقامة محددة في مكة، ما تدري أي يوم تسافر، فإن لك أنك تجمع لأنك ما زلت على أحكام السفر.